واحدة من الأمور المهمة اللي مفروض علينا نحن كزوجين ننتبه لها، أن قبل ما ندخل في العلاقة الزوجية على الأقل تكون عندنا خلفية ولو بسيطة عن الأمور الفقهية المتعلقة بالأسرة. لازم تكون عندنا، ما أقولك لازم تعرف كل شيء، لكن على الأقل عندك خلفية بأحكام الطلاق، أحكام النفقة. هذه الأشياء جدا مهمة. ليش جدا مهمة؟ لأن البعض للأسف خاصة في وقت يعني التمسك بالدين صار صعب، للأسف صار صعب جدا، وصار في تهاون في المسائل الدينية. عادي الشخص في الدقيقة واحدة يطلق 3 مرات، تحصل توه متزوج من شهرين طلق حرمته 2 ولا 3، عادي عنده، الدنيا سايبة الموضوع ولا مفتكر فيه. فلا هو يعرف أحكام الطلاق ولا هي تعرف أحكام الطلاق، طيب ولا هو يعرف أحكام النفقة ولا هي تعرف أحكام النفقة، سوالف الحضانة، سوالف حقوق الزوج، حقوق الزوجة، داشتين شي بس مغمضين، أمورنا زينة. عشان شي تحدث خلاف، يعني أعطيكم حالة من الحالات، يعني شوفوا كيف لأي درجة، يعني إن ما في استهتار في موضوع الطلاق وعدم أصلا المعرفة، بل ما كلف نفسه أنه يسأل. يعني زوج توا متزوج فيهم في فترة الملجأ، تمام، فترة الملجأ بعد ما دخل على الحرمة، ركزوا على النقطة هاي. فيوم الأيام زعل عشان يقولها أنت طالق. أوكي. تخيلوا أنت الآن لما هو يقولها أنت طالق، لازم ننتبه النقطة، الطلاق لما يكون قبل الدخول يكون بائن، يعني ما يقدر يردها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فهو شو سوى؟ سكت وهي سكتت وعادي كملوا العرس مالهم. إذا شو تسوي؟ أصلا ما كان يحق لك أنك أنت تجامعها، لازم تسوي عقد جديد. ليش؟ لأن الطلاق كان قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول يسمى بائن بينونة صغرى، يعني ما تقدر تردها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فلازم نعرف، لازم نعرف هاي الأشياء هاي، إن أنت تعرف، لأن في فرق بين الطلاق قبل الدخول وفي فرق بين الطلاق بعد الدخول. قبل الدخول يعني بائن بينونة صغرى، بعد الدخول يعني طلاق رجعي إذا كان طلقة أولى أو طلقة ثانية. طيب لازم نعرف كيف هي عدة المرأة، كيف تحسب عدة المرأة؟ هل مثل ما نحن نقول والدين يقولون والله عدة المرأة 3 شهور؟ لا، 3 شهور هذا من باب التقريب فقط، لأن الفقهاء اختلفوا في عدة المرأة هل هي 3 حيض ولا 3 أطهار. قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عندنا اختار أن عدة المرأة 3 أطهار، يعني هاي هي عدتها. فإذا خلصت عدتها والرجل بعد ما ردها، ينتقل هذا الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى، ما يقدر يردها إلا بعقد جديد ومهر جديد. طيب هاي الأشياء لازم نعرفها. أيضا لو هو طلقها 3 مرات متفرقات، لازم نعرف موضوع الطلاق المعلق. لو أنت لبستي أنت طالق، لو أنت طلعتي أنت طالق، لو أنت سرتي وربيعتك هاي أنت طالق. هذه الكلمات اللي وايد من الأزواج صارت عندها مثل شرب الماء البارد. طيب شو حكم الطلاق المعلق في الشرع؟ ما هو قول الفقهاء في هذا؟ طيب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي شو اختار في هذه المسألة؟ طيب طلاق السكران شو اختار في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي؟ هاي الأشياء مهمة. أنت تستغرب أحيانا من بعض الحريم أمورها بعد هي سايبة، هي بعد سايبة عندها، عادي عندها. إذا الرجل يطلق اسألي نعرف شو هذا الحكم، شو سالفته، هل هو طلاق رجعي طلاق بائن. لازم نهتم بهالأمور، نسأل حتى الأشياء اللي أنت كحرمة تعرفين شو هو حق الزوج فيه. متى المرأة تكون ناشز؟ متى المرأة تكون مطيعة؟ هاي الأشياء ما نعرفها، لكن أنا متأكد لو رحنا دوام يوم الأيام أو رحنا مكان نركز على العقد، انتبهي قصون عليك، حطي العقد الفلاني، حطي عدل العقد الفلاني. لكن في أمور الأسرة، في أمور الدين، أمورنا في الروح. نحن ما نقول عرفوا كل شيء، لكن على الأقل أشياء عامة، أشياء أساسية لازم نحن نعرفها، نسأل عنها ونبحث عن الصح فيها. يعني أنا أذكر مرة زوج طلق زوجته 3 طلقات، خلاص 3 باين بينه كبرى ما في نقاش. فاتصلت فيني قالت لي تشي 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 سوى زوجي؟ قلت لها طلاق بالثلاث خلاص يا أختي خلاص. يعني لا أنا سمعت عنك وقالوا إنه بريال بيساعدك. قلت لها أختي أنت عفوا، يعني نحن داشين سوبر ماركت ولا شو؟ هذا دين، شو اللي يساعدك إنسان؟ الله سبحانه وتعالى قال كذا، قلنا كذا، سلمنا وآمنا، خلاص ساعدك في شو؟ يعني ألف على الدين عشان أساعدك؟ لا. فلازم الأشياء الشرعية الواقعة، خلاص انتهينا. في أشياء أحيانا فيها خلافات فقهية، لكن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فصل فيها، خلاص نمشي على ما مشى عليه قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عشان ريح عمارنا. لأن ورقة الطلاق منو يطلعها؟ ما يطلعها المفتي، يطلعها القاضي طبعا. فإذا نرجع للقاضي، ولا يجيك واحد مثلا متفق مع زوجته قبل العقد، كاتبين في العقد أن أنا ألتزم أني أوفر سكن في المكان الفلاني، أو أنا ألتزم أني تكمل دراستها مثلا، اليوم الثاني تزوجها عقب ما دخل عليها، يلا يلا اطلعي من المدرسة أو اطلعي من الدراسة، اطلعي من الجامعة. إذا أنت وقعت في العقد، يا بنت الناس هذا العقد أنا بس كاتبنا بس عشان أخذك، يعني خلاص
لا حبيبي، إن كما جاء في الحديث إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج، أنت هي وافقت إن هي تمكنك من نفسها بهاي الشروط هاي، فكيف أنت تخالفها وكيف أنت تتلاعب في عقد مثل هذا؟ أو أحيانا حتى هي أنت اتفقتي مع هذا الشخص على شرط معين بينك وبينه وتزوجتوا على هذا الشرط، كيف عقب الزواج تقول روح ول روح ما أدري شو روح؟ لا، لازم أيضا الشروط هذه يوفى بها، ولازم نكون عند وعدنا لأن إحنا دخلنا على هاي الشروط، والمسلمون عند شروطهم ما نتلاعب. ليش؟ لأن هذا يترتب عليه مفاسد، مفاسد شرعية، مفاسد حتى في العلاقة الزوجية، وحتى مفاسد نفسية. ولا الموضة الآن اللي نحن صرنا نسمعها عند بعض من الناس، طلق زوجته والله أنا كنت غضبان. هذه واحدة من النكت اللي صدق نسميها نكتة، أن صار كثير منا يبحث عن مخارج ويبى يتلاعب في مسائل غير حقيقية. شو يعني أنا كنت غضبان؟ عفوا، أنا أعرف حالة من الحالات، الزوج فريقه خسر في المباراة، فهي اتصلت فيه عقب المباراة قالت لي يبنا مثلا يجيب شيء حق البنت، فهو زعل مو فايق لك الحين. قالت له شو مو فايق لي؟ أنا أقول لك أبغي 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 حفاظ حق البنت. شو يقول؟ روحي لا أنت طالق. أقول اليوم الثاني شيخ أنا كنت غضبان. لا حبيبي. لا لا، مو بهذا هو الغضب اللي العلماء قالوا عنه. ترى لازم ننتبه إن في فرق بين الغضب اللي في إغلاق، اللي خلاص يوصلني مرحلة أنا مو بعارف من وجدامي أسوي أشياء أنا مو مفتكر فيها. مو بواحد عفوا أنت طالق عقب يضحك مع ربعة. لا لا يصح التلاعب يا جماعة، هذا دين. أو حتى بعض الزوجات بمجرد زعل، زعلت أي زعل، زعل بسيط على طلعت شالت شنطتها روحها بدون إذنه. وين سيارة يا حرمة؟ روح. لا مو فايقت لك. زي تعالي، انت تعرفين ان اصلا المرأة ما يحق لها؟ ما علينا، احنا ما نقولك انه هو يعاملك انك انت عبد مثل ما يصورك البعض، لا لا لا، بس نحن نقول ان هذا البيت لحق والرجل لحق، واصلا ما يجوز للمرأة تخرج دون اذنها هكذا بدون عذر، وحتى القانون نص على هذا من حقوق الزوج على زوجته انها هي ما تخرج دون اذنه، ان هي ما تمنعها من الفراش لو هو طلبها، ما تمنعها بدون سبب. لكن بعض الزوجات عادي عندها، يا حرمة مو بزين ترى الملائكة تلعنش بدون سبب، اروح لا ولا شيء مو مفتكره، وتطلع وترد على كيفها، واذا كلمها كلمتين زعلت انت تشك فيني. شو اللي اشك فيك؟ انا اقول لك لي الحق ان انت ما تطلعين بدون اذني، شو خصك اشك فيك الحين؟ لا تلفين وتدورين، خلي الامور سهله. ليش؟ لان هذه من الاصول المهمه والاصول الشرعيه في الدين وايضا في العلاقه الزوجيه. والا انت تبغين تمشين على كيفك، ليش متزوجه؟ لا تتزوجين، احسن تمي في البيت. وليس معنى كلامنا ان الزوج يحبس زوجته، لا لا ما نقصد هذا، ولا لان احنا ضد الزوج هذا اللي عنده مبادئ 1+1=2، خلاص لا تكلمين لا تناقشيني، روحي ولي، اسمعي انا قلت لك لا 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 لا، الحياه ما بتمشي بهذا المبدا، اسلوب الصريخ واسلوب العنتره هذه ما بتمشي في العلاقه الزوجيه، لا طبعا. لكن في اعتدال، كل شيء لازم يكون له اعتدال. انت بدورك لما نحن الدين عطاك الحق ان الزوجه ما تطلع بدون اذنك، مو معنى هذا انك انت تمشي بالخطا وتسوي اشياء مو زينه برا وتلعب وتضرب وعقب تقول انا ريال انت تطيعيني غصب عنك. لا، انت ريال باذن الله، رجل لك الحق، اختلفنا في ذلك، لكن انت ادعم رجولتك باخلاقك بالاشياء، انك انت تقدم الحقوق ايضا اللي عليك، لا تطلب فقط اللي لك انت وتكون اناني فيه، وفي المقابل هي تطلبه لا كل شيء ممنوع وكل شيء عيب، وما وترفض ان هي اصلا تحاورك في شيء. انت بهذه الطريقه تضيق العلاقه، وتعد ما شاء الله موظفه وعامله وناجحه في دوامك وكنت رسميه، ما نبغاش تكوني رسميه مع زوجك. لا تنحرمين من موضوع دلعك ومن موضوع انوثتك. اذا لازم نتهيأ صح للعلاقه الزوجيه، لازم نعرف اللي لنا واللي علينا، لازم نعرف الاشياء هاي. ولازم ايضا ان الحرمه حتى لو كنتي انت اليوم موضوع انك انت تبادرين لهذا الزوج، لانك انت تبقين انثى، وتبقين انت الاصل فيك الحنان، الاصل فيك الدلع، الاصل فيك حتى الحركات هذه الزينه اللي تسويها الحرمه مع زوجها. ما نبغاك وحده رسميه او تبوزين على اي شيء ما يقدر يكلمك الزوج على طول بوستي وزعلتي وكله تبغينه هو اللي يراضيك. لا، الحياه ما تمشي بهذا المبدا، ولا تمشي بمبدأ انه هو بس يباني خلوه ييني. لا، لا تنحرمين ايضا من اصلك اللي انت فيه واللي مفروض انت تكونين فيه في العلاقة الزوجية. اما موضوع الرسمية وموضوع الجدية هي خليها خارج البيت، خليها في دوامك، لكن في البيت خلي فسحة للدلع، فسحة. وانت ايضا كزوج اعطي علاقتك الزوجية مساحة فيها مرح، فيها طلعة، فيها وناسة، فيها ضحك، فيها حوار. لا تخلي حياتك جامدة، حياة مملة، حياة نكدية، حياة تبحث فيها عن ابسط الزلات كلها عبارة عن صريخ. لا لا لا، اهدأ وريح نفسك وعيش حياتك بطريقة صحيحة. الله يحفظكم ويوفقكم.